النهارده معانا حاجات جامده جدا جدا جدا، وحاجات مستويات محترمه جدا ومستويات عالميه جدا. معانا النهارده كلاب جيرمان وجراوي جيرمان، مستويات حلوه قوي قوي قوي، اللي هو حاجات رخيصه جدا وسعرها حلو جدا، وكله هيشتري ويعني هيتكيف من فيديو النهارده، كله هيتكيف من فيديو النهارده. بس قبل بدايه الفيديو كده يا شباب، عايزين الفيديو ده يوصل 300 لايك بقى، عايزين 300 لايك على الفيديو دوت. اقل واجب خالص واقل حاجه بطلبها 300 لايك، والله ما حاجه خالص يا شباب، 300 لايك مش حاجه يا جدع. يا جدعان احنا 50000 مشترك دلوقتي، او فاضل تقريبا 800 مشترك ونبقى 50000 مشترك، ما تبقاش اي حاجه. انزل اشترك في القناه، عايزين القناه تبقى 50000، وفي نفس الوقت عايزين الفيديو يجيب 300 لايك. اكتب لكم رقم التليفون بتاعي على الشاشه، اي حد حابب يبيع اي حاجه من خلال القناه رقم التليفون بتاعي على الشاشه، تواصل معايا، ابعت لي صور الكلب اللي انت بتبيعه والمكان والسعر، وان شاء الله الفيديو الجاي الكلب بتاعك بيتباع من خلال القناه. برضه هسيب لك رابط الانستجرام والتيك توك تحت في الديسكربشن، حبيت تعمل لي فولو هناك جدعانه منك، يعني اعمل لي فولو وبرد على كله هناك برضه. يلا شباب نخش في الفيديو من غير رغي كتير، يلا نبتدي باول حاجه يا شباب. معانا جرو جيرمان، مستوى كويس حلو شغال، نتايج مش ذكر المكان الشرقيه. قال لي قيم انت السعر. بصراحه الجرو حلو شغال، ولكن انا ما شفتش الاهالي مش هينفع اقيم، ولكن انا شايف ان هو مستواه فوق الشعب السن، اللي هو لا ولا شعبي قوي ولا اللي هو مستوى ميت، لا كويس شغال. فحاجه زي دي ممكن تتباع ب 700 جنيه، انا شايف ان هو سعر مناسب جدا بالنسبه لي. ما اعرفش صاحبه عايز فيه كام بصراحه، بس هو قال لي قيم انت، فده تقييم انا بالنسبه لكلب زي دوت بالمستوى دوت، تمام. بس يا ريت لو صاحب الاول صاحب الكلب شاف الفيديو ما يزعلش من التقييم، يعني لو انت كنت حابب تبيع باكتر من كده بعد كده ابعت لي السعر الافضل يعني ليك انت، تمام. واي حد طبعا بيبعت لي اي حاجه لازم يبعت لي السعر اللي هو عايزه الافضل يعني ليه، تمام. معانا بقى جراوي جيرما، مطلوب في الواحد 1000 جنيه بس. جراوي كويسه جدا، الام كويسه، الاب برضه كويس. الجراوي الام بتاعتها شعبي مش حاجه واو يعني، الاب كويس شويه. مطلوب في الواحد 1000 جنيه برضه، مش فلوس في الجرو، حلو شغال، مكان المنوفيه. الاب كويس، في لف الدار، في كسح، في ودان كويسه. الام برضه للبيع، اهي الام قدامكم، مطلوب فيها 2000 جنيه. شايف ان السعر مبالغ شويه في الام. جراوي سعرهم حلو، الام لا سعرها مبالغ شويه، 2000 جنيه ينزلوا شويه عن كده، تمام. بالنسبه للام، اما بالنسبه للجراوي فحلوين جدا، المكان المنوفيه، تواصلوا معاه لو عجبتكم اي حاجه من دي، تمام. معانا بقى نتايا جيرمان، مستوى كويس جدا، واخده التطعيمات، فضل الله اقل من شهر وتحيط، فيها طعم وفيها شراسه، تمام. هو للاسف ما قاليش سعر، بس انا هعرضها لك برضو بحيث ان انت او عشان انت مثلا ما مش عايز اضيع عليك برضو البيع، لو في حد عجبته النتا ممكن يتواصل معاك برضو، تمام. هي النتا شعرتها لونج هير حلوه، ورك لاين مش شو لاين، ماسكها كويس، الوانها فاتحه سنه، تمام، حاجه ما تعبهاش قوي، تمام. ما قاليش سعر، تمام. فانت تواصل معاه لو عجبتك النتا، ممكن تخش تكلم، هو ده تطعيمات وفيها طعم وشراسه والكلام ده كله. هتلاقي بتلعب في رينج ال 1000 ونص ل 2000 جنيه، ما تزيدش اكتر من كده، تمام. معانا بقى حاجه جيرمان وايت، عنده 6 شهور، الكلب مش شرس، اجتماعي، بيحب اللعب جدا. قال لي هسيبك انت تقيم حاجه زي دي في الفيديو، المكان محافظه الجيزه، تمام. ما شاء الله الكلب انا شايف ان هو مستوى حلو، في شكل من الاكيتا قوي، في ديله، في وشه، ما شاء الله في شعرايه، اللونج هير كويسه جدا، ما شاء الله. لا جرو جميل جدا، عاجبني قوي. حاجه زي دي تلعب لها فرنج 2000 ونص ل 3، ايوه زي ما سمعت، لان ما شاء الله الكلب ما شاء الله وشه حلو قوي، عظمه حلو، 6 شهور يا جماعه لسه في سن مساخه، الكلام ده كله لازم تبقى عامل حسابه، تمام. المكان محافظه الجيزه، ما شاء الله كلب من حاجات اللقط ومن الحاجات النادره، كلنا عارفين ان الوايت جيرمان بيبقى اغلى من الجيرمان شويه، فيب سعره حلو، تمام. معانا بقى ذكر للجوازات، بيتبول او للبيع، لو للبيع هيبقى مطلوب في 1500 جنيه، تمام. لو جوازات، جوازه ب 500 جنيه، ما شاء الله كلب حلو، عظمه حلو، الوانه جميله، يجيب لك جراوي حلوه، عظميته كويسه جدا، جمجمه كويسه جدا، ما فيش بوس خالص، الكلب ما شاء الله لون بقري كويس جدا، مستوى جميل جدا، و1500 جنيه بالنسبه للمستوى اللي انا شايف قدام عيني دوت، ما شاء الله. وفي فيديو كمان يعني، لا الكلب انا ما شفتوش على الطبيعه، ده في فيديو، تمام. المكان الاسماعيليه برده معانا برده نفس الشخص، حاجه جيرفون مطلوب فيها في الجوازه 300 جنيه بس، ولو للبيع مطلوب فيه 800 جنيه، يعني لو هتجوز الجوازه ب 300 جنيه، لو للبيع 800 جنيه، عنده سنه وشهرين بالظبط. مكان اسماعيليه برضو زي ما قلنا في اول فيديو، الكلبين دول تبع شخص واحد، تمام.
معانا بقى حاجه جيرفون سعرها حلو 500 جنيه بس، يا بلاش والله حلوه. مكان دمياط. يعني الكلبه ما شاء الله شعرتها كويسه لونج هير، مفيش بوز خالص، شعرتها ضعيفه يعني اللي هي برضو مش عاليه قوي، ولكن حلوه شغاله، ودانها كويسه جدا، ودانها كبيره حلوه، حاجه كيوت جدا، والده مره بس، عندها سنه وشهرين، يعني الكلبه لسه في اول عزها، تعتبر حاجه اللي هي لسه في الاول كده، ولسه تاخد منها انتاج حلو جدا. سعرها 500 جنيه مناسب جدا لناس كتير اتوقع، يعني اللي هو سعر حلو. تمام، معانا بقى كلب عايز يعرضه للجوازات او للبيع. الكلب بيتبول عمره 4 سنين، كبير يعتبر في السن، السعر 1500 جنيه. تمام، وممكن يبدله مقابل جرو عادي جدا او يعرضه للجواز. تمام، يعني هو لو للجواز اوكي هو بيجوز وشغال. تمام، لو انت عايز تاخده وتبدله بجرو مفيش مشكلة برضو، ولو عايز تشتريه فسعره 1500 جنيه. بالنسبة لسعره حلو، بس الكلب يعني الاهتمام قليل بيه، واضح جدا في الفيديو، فعشان كده ممكن سعره ينزل شويه، لان الهيكل بتاع الكلب باين من ورا واضح جدا، فصاحبه مهمله، بس الكلب ده ما شاء الله على فكره حلو. بالنسبه لو هو صاحبه مهتم بيه شويه ب 1500 جنيه، لا شغال وحلو جدا معاك. معانا بقى دكر ونتايا. النتايا اللي ما شاء الله شعريتها لون جير الالوان الحمراء، شرسه 100% يعني بتنور. تمام، شرسه الدكر اللي معاها بقى 80%. تمام، هي نتاية جيرمان وكلب رويال بلاك، يعني اللي هو كلب رويال بلاك وكلب نتاية جيرمان عادي جدا. عمر النتاية 3 سنين، عمر الدكر سنة وثمان شهور، سعر النتاية 4000 قبل النقاش، وسعر الدكر 3000 قبل النقاش. المكان الشرقية، الاتنين تبع شخص واحد، الاتنين ما شاء الله مستوياتهم جميلة جدا، عجباني وداخلة دماغي جدا ما شاء الله. ربنا يبارك لصاحب نصيبه وربنا يبارك لصاحبهم. هسيب لك رقم التليفون على الشاشة، عجبك الكلب تواصل مع صاحبه. معانا بقى ذكر جيرمان متاح للجواز او للبيع. تمام، عنده سنتين وثلاث شهور، متاح للجواز، الجواز ثلاث جوازات تقريبا ب 1000 جنيه او للبيع، البيع كلها ب 2200، يتهيألي ممكن ينزل شويه عن مثلا يوصل 2000 جنيه عادي جدا لو انت تناقشت معاه والكلب عجبك. المكان المنصوره. بصوا الكلب ما شاء الله جمجمه حلوه، الوان برندل مع ابيض، لونه جامد جدا، الجمجمه عجباني قوي، وشلاطيم الكلب ما شاء الله، لا والله العظيم جمجمه مرسومه حلوه قوي قوي قوي، لو ب 2000 جنيه الكلب ده جميل جدا جدا جدا، الوانه حلوه، هيرمي معاك كل الالوان لو انت عندك نتايه. الجمجمه الله اكبر علينا، متاكد ان الجمجمه دي مظلومه قوي في الفيديو ده، الجمجمه بتاعت الكلب دوت مظلومه جدا 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 في الفيديو. ها ركز في الكلمه دي قوي، لان الكلب ده مظلوم قوي في الفيديوهات، الكلب ده ما شاء الله مش حاسس نوعه الطبيعي احلى بكتير. تواصل معاه، سيب لك رقم التليفون على الشاشه لو حبيت تجوز او تشتري، الكلب ده جاهز جامد جدا، سعره حلو. بس يا حبايب قلبي نكون وصلنا لنهايه الفيديو، انا متاكد الفيديو ده هيعجبك، معانا حاجات جامده النهارده، مستويات حلوه، جراوي وكلاب كبيره، كلاب بيتبول، حاجات ياما حلوه جدا، فاكيد عجبك الفيديو، ما تنساش تعمل لايك تشترك في القناه. كما اخوكم تريكس، سلام.